بكم مشاهدينا، ونواصل هذه التغطية لما يمكن أن يكون نهاية الحرب في ليبيا. القذافي قد قتل، هذا ما أكده عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري في طرابلس للجزيرة قبل قليل. كانت الأنباء قد تواترت حول مصير القذافي، قتل أم أصيب. هناك من قال إنه أصيب في رجليه في ساقيه، وهناك من قال إنه أصيب بطلقات نارية.